هوية بريس. سلطان الله في الأرض، قال عثمان: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ليس كل الناس يأتمرون بأمر الشريعة وبالموعظة، لكن هنالك رؤوس أينعت وقلوب غلفت بالغفلة لا تساق إلا بالصوت، فسبحان من يسوق بعض عبيده إلى الجنة بالسلاسل. كورونا هي التي تجعل الإنسان الجبار يعرف أن للكون رباً يدخل عليه جند من جنود الله من حيث لا يحتسب، وإذا به يعطل حركة جعل كل من يقول أنا القوي. هذا الله، هذا الله يتجلى بآياته تخويفاً للخليقة. أمراء ثم العلماء، إذا كان صلاح الأمراء بنشر العدل والأخذ على يد الظالم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، إذا كانت مهمة الإمام حاكم المسلمين الممكن في الأرض أن تكون العبادة شائعة وأن يكون التكافل بين الناس عن طريق تأدية الزكاة وأن يكون المعروف منشور والمنكر مقهور مدحور.